اسمع راسك، تصنت لراسك كاع الا قدرت تكتب فرقه وستيلو شنو بغيتي تكتب كتب، كوم صرا تعرف راسك فين انت وفين باغي توصل. سيجي هالا انسان مازال كتكتب في الحياه وباغا تعيش الحياه وفهمني. شنو النصيحه اللي تعطي الناس اللي واحلين مع المونطال ديالهم؟ بغيت نقول لك ضحك وتلقى تسرح حيت شنو المطر انا غادي ندوز. You will always see the lights under after the tunnel. شنو الاستراتيجية اللي كديري باش تبقاي مركزة في خدمتك؟ كنركز علاش نتوما كتركزو في خدمتكم؟ عواش تركز لو شي ساعتو على كاتش 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 هاد الابيزود عاد شفاش يطلع. شنو أكثر نصيحة عطاها لك شي واحد؟ نسمع لهضرة الناس ونتبعهم حيتاش كيقول لك سول المجرب ولا تسول الطبيب، ألوغ كنت شي واحد ما عارف لوكا ديالك، أنت براسك يلا غتجرب هذيك الحاجة، حتى واحد ما يكون جرب داك الشيء كيما أنت غتعيشو، دوك ما عمرك تبعت شي واحد بدا فغيمون داك الشيء اللي عندك في راسك، سول سول وتشاور وفريمون كاع فيدباكس، ولكن أولويز أولويز تبع قلبك شنو شنو بغا وعقلك شنو بغا. ما عمرك تبع لهضره. اذا جاتك فرصه انك تعطي قانون كلشي تبع، شنو يكون هذا القانون؟ تبع قلبك، تبع قلبك ودير شنو ما بغيتي، شنو ما قالك راسك، شنو ما قالك قلبك. بغيتي تنقز تمشي بلاصه نقز، بغيتي تمشي بغيتي تمشي تعيش في شي جزيره بوحدك ديرها، حيت الا كانت ديك الحاجه اللي غتخليك انت سعيد ديرها، ما سوقك حتى شي واحد. دابا انت يا انسانه كتشجع على انتحار. انت بغيت تنقز من شي انا بغيت نقز ما كنعنيش انك تنقز من شي صور زعما تنقز من شي واحد شي بحر شي هذا قريب عليك لا لي الافكار تصدع فهموناش غلط فهموناش غلط هاشتاغ ما تفهموناش غلط. كيفاش قدرت تفوقي على بروكراستينيشن؟ ما كتبش عليك مزال كنحاول نتفوق عليها، ما كتبش عليك. كاين واحد الدرس ماشي درس اتس كوت، واخا ما نقدرش ندير كلشي يوم نقدر ندير حاجه واحده واخا تكون غير صغيره ات ليست اتس ستيب باش انني نزيد القدام. دونك فهاد الفكره عندي باش كنقول الا درت شي حاجه اليوم ما غنديرهاش غدا، دونك اللهم ديرها اليوم ذاتس ات. الا كانت اي واخا تكون غير شي اون طاش صغيره خصك ندير اليوم حيت عارفه الا ما درتهاش اليوم خصني نديرها غدا وغنزيد عليها طاش واحده اخرى. اوكي دونك واش كتظن بلي انت انسانه انانيه؟ بعد مرات خصني نكون انانيه في شي حوايج اللي حتى شي واحد ما غيفكر في بلاصتك فيهم، ضروري خصك تكون شي وضعيات كيتحب تسمعوا عليك انك تكون انت اناني حيت هادي الحاجه. شنو تعلمتي من الاغلاط اللي درتي في حياتك؟ ما بقاش نهضر بزاف، ما عرفتش اش كنقول، ما عرفتش اش كنخرج من فمي، حيت اون فوا الهضره كتخرج ما كتهضرش، الناس كيفهموا شنو بغاو يفهموا من الهضره اللي كنقول. شنو النصيحة اللي تعطي الناس اللي مازال ما عارفين ما يديروا في حياتهم؟ قسم على راسك، تصنت لراسك، كاع إلا قدرتي تكتب فرقة وستيلو شنو بغيتي تكتب كتب، وخرج كاع داكشي اللي عندك في الداخل ردو ردو كونكري، كوم صرا تعرف راسك فين أنت وفين باغي توصل. كيفاش كتعامل مع الوقت فاش كتكون القضية مزيرة؟ كنستريسي كنستريسي ولكن كنحاول نجمع الخيط ديالي، كنحاول ننظم تخطو تو دو ليست، كنحاول ندير تو دو ليست ديالي باش اون فوا نكتب لي طاش اللي خصني ندير كندوز وحده مره وحده وحده مره وحده باش ما نستريساش مع الوقت. كيفاش بغيتي الناس يتفكروا؟ الانسان كتضحك بزاف، ديما ضحكه، ما كتخليش الخايب يقيسها، وكتحاول دير الخير واخا طبيعه الانسان صعيب يدير الخير بزاف وما يفكرش في راسو، ولكن كتحاول ما تفكرش في راسها وتعاون الناس.